أبو عبد الرحمن من أبها، تفضل أخي أبو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم. حياكم الله. الوالد والوالدة الله يغفر لهم توفيا طبعا، وما أدري هل وما أدري بالنسبة زيارة القبر، يعني هل هي الأفضل أو الاكتفاء بالدعاء الله يحفظك؟ وإذا كانت الزيارة أفضل فما الطريقة الصحيحة للزيارة؟ هو يشرع الأمران، يشرع الدعاء لهما والإكثار من ذلك مع دعائك لنفسك، ويشرع أيضا زيارة قبريهما والسلام عليهما، الدعاء لهما، لكن من غير سفر. إذا كان القبران في البلد تذهب إليهما بين فترة وأخرى، أما إذا كان يحتاج إلى سفر لزيارة القبور فهذا لا يجوز. نعم.